كانت مباراة الذهاب لكازابلانكا بالدار البيضاء لذلك رفضة بطبيعة الحال المدرب وليد الركراكي الفتح الرباطي عاد بالانتصار بهدفين دون مقابل هدفي كل من يوسف العمري وأمين اللواي. يؤكد الفتح في مباراة اليوم تفوقه في التسع مواسم الأخيرة أمام الرشا الرياضي. تحدث هنا بالعاصمة الرباط على اللقاءات اللي لعبها بميدانه أمام الرشا اليوم سيقول كلمته في مباراة نتيجته وستكون مفتوحة على كل الاحتمالات. نعود لمباراة المباراة كرة عبر الرشا اليسرى لفريق الفتح الرباطي يرتكب الخطأ يقول الحكم مباراة لعناصر الفتح الرباطي عبر الجهه اليسرى تلعب سريعا شاهدت لفريق الفتح الرباطي عرضيه ربطها الراسي محاوله خطيره راسيه تمشي جانبيه على امام الحارس انس الزنيتي ومتابعه من الحارس انس الزنيتي وتابع كانت من جانب سانتو اريس اللاعب الدولي واحد من تدريبات فريق الفتح الرباطي بالنسبه لهذا الموسم الجديد اللاعب الدولي السابق 28 رفعنا